علاش هو غيشرب القهوه؟ قال لك وجهك. غريب هو اللي يسوق بيا. خديت قهوه، تشهيت قهوه صراحه كتعجبني هذه ديال السوسه. بختي بنات السوسه السوسه ديال العصاره كتجي زوينه. ممسوسه البنات ما تاخذوهاش. ممسوساش السوسه، انا دختي السوسه. ممسوساش انت دق دق برك من المناضه صافي صد القرعه يلا. ممسوسه موري دافيه. بغى يشرب القهوه، بغينا نقولبوه باش ما يشربهاش. عطيناها ليه في الاول مسوسه. يلا صد القرعه، صد القرعه بركه من المناضه. تمشيو للدار حتى الليل صافي. المعتمد غدرك ستي ماما. البنات اليوم دوزنا نهار زوين، تبقى تهرق دوزنا نهار زوين، والغدا صراحه كان زوين صافي. دابا ما عرفناش واش غادي نخرجوا دابا نزيدوا نخرجوا. انا موت بالسم بيزا كتلصق. ولا غادي نمشيو للدار. موت بالسم، موت بالسم بيزا خديتها. دوبتيني بخيالك قولي واش جرالك، دوبتيني بخيالك قولي واش جرالك. سبحان الله طالك يلي زينك مكمول، انا مريت بحالك يلي زينك مكمول. وغير ضحكة منك القمر كيزيد يضوي نهار يدوز. وهنايا خوتي كما كتشوفوا مدينة سهل العتيقة التي تقع على الضفة اليمنى لنهر أبي رقراق بمجموعة من الأسوار والأبواب الضخمة التي شكلت وسيلة لحماية المدينة من غارات الأساطيل الأجنبية ومعبرا للتواصل العلمي والثقافي والحضاري. ومن هذه الأبواب العريقة هو هذا الباب اللي دزنا عليه، هو باب سبتة بسالة الذي كيرجع للتاريخ ديالو والبناء ديالو إلى عهد المرابطين، وكيعتبر أحد الأبواب التاريخية العريقة التي تزخر بها مدينة سالة. وكتعتبر هاد الأبواب المعبر الرئيسي نحو مدينة سبتة، ولذلك مدينة سبتة ولذلك سمي بباب سبتة لأن الذاهب إليها انطلاقا من مدينة سلا يمر منه، بحيث كانت هناك علاقة وثيقة بين مدينة سبتة ومدينة سلا وخاصة في الميدان التجاري. وينفتح هذا الباب في السور المرابطي الذي هدمه الخليفة عبد المؤمن الموحدي، ثم جدد بناؤه حفيده الخليفة يعقوب المنصور الموحدي. كما رأيتم أصدقائي أن لهذا الباب التاريخ عريق وقديم، لهذا ندعو من هذا المنبر القائمين على مثل هذا المعالم أن يولوها العناية التي تستحق. ومما حنا هضرنا على سلاسلة وأنا سلاوية، أجي نقول لكم علاش كتستهزئوا بينا شي مدن تيقولوا سلاويين كيحماقوا. هذه معلومة عندكم خاطئة، وأجي نشرح لكم علاش خرجوها علينا. شحال هذه والنتيجة ديال الغزو الأجنبي المعروف، كانت مدينة سلا في حالة تأهب دائم، وعلى داك الشيء أحاطوها بواحد الأسوار وأبواب كبيرة، وكانت كتغلق في الليل لضرورات عسكرية. إيوا وكان تنافس سياسي وثقافي وتجاري بين الجارتين الرباط وسلا. وكيقول واحد المثال، لو كان الرمل يبا والماء حليبة ما صار السلاوي للراطي حبيبة. طبعا هذا الشيء قديم، كانوا السلاويين اللي كيكونوا في الرباط خاصهم يرجعوا بسرعه قبل العصر وقبل ما تقفل عليهم الابواب، فكيصيبهم نوع من الهلع والخوف الى حد الحماق، والرباطيين كيضحكوا على هذه الحاله. بغيت نوضح لكم بطريقتي، ودابا فرجه ممتعه، بقاو معايا دوزوا معايا هذا النهار. انا وراجلي وولدي معتمد بالله، وما تبخلوش على اختكم سناء باللايكات. بنات حنا جينا للبحر توحشنا. سير معتمد ليها سير. غير سير ما تخافش يا غزاله. اجي ما تبعتش ما تبعتش اولدي، دابا تجي شي موجه شعلة الدنيا كي دايره غزاله. الجو ديال البحر وخا الموت ديال البرد. هاتي ما كليناش الحوت في سيدي موسى، بغيت ندور لكم. كيناش الحوت سيدي موسى، ولكن ولات فينا بليا. حتى راجلي ولات فيه بليا ما شعرش.
كان غيدينا لواحد الشريضه في حي السلام، هو يقول لنا تغدينا في حي السلام، شوفوا السما كي دايره، وقال لنا يلا نمشيو لسيدي موسى. انا معتاب سعيد، عندك تجي تضربنا شي موجه تما؟ شوفوا على شوفوا كي دايره غزال. انا لابسه تنسالا وصورني سعيد، وتشوفوا اللبسه هذه. او سعيد كنت غنطيح، هذه راه 3 سنين، 3 سنين وهي عندي هذه اللبسه. قلت علاش لا اليوم نلبسها؟ بركه سعيد، سعيد بركه 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 سعيد. دوبتيني بخيالك، قل لي واش جرى لك. دوبتيني بخيالك، قل لي واش جرى لك. سبحان الله طالك يلي زينك مكمول، انا مريت بحالك يلي زينك مكمول. وغير ضحكة منك القمر كيزيد يضوي، نهار يدوز معك تاني يورا تانية تجري. شنو عملتي فيها العيلة راس اللبس عقلي، اجي داويني اجي يا العمار، اجي داويني اجي يا. هادي هي الخريجة ديالنا البنات، بغينا نخرجوكم شي شوية من الدار. شوفوا هذوك القصاصة اللي قطعت الفتلة، بغات ترسم معاها بالريح من دار غزال. شوفوا السما، شو سعيد السما كتبان صافية، فيها شوية الغمام ولكن هادشي كضرب هداك الما ديال البحر. الله سميتي الريحة البحر، الجو زوين. وصراحة جينا في الوقيتة اللي زوينة، ماشي مع ديك الخمسة كيتحرك البرد، هاد الوقيتة زوينة، الشميشة ونشوف باول بعد الشتا مكايناش. شوف هنايا كيشاعلين الفخر، شتي كانوا شوفين اللي فاعلين العواد. ها معتمد فرحان، معتمد فرحان فرحان. والروح طيح راه مرض الحب كبير، مصاب وين يا حتى تبقى. الروح طيح مرض الحب كبير، مصاب ولوش دواء حتى في المريح. خليك ليا الله يرضي عليك. اش اش الموجة جاية، ما تسرب سرب 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 هي شيء كبيرة كبيرة. أنتي أنتي أنا يلا جيت دابا غادي ندير معكم واحد الحريشة ديال البلبولة. المهم أول حاجة كنديرو هاد البلبولة هادي و تنقيوها. هي صراحة راه هادي هاد البلبولة هادي راه زوينة، يعني ما تحتاجش تنقية أصلا. هادي البلبولة البلدية ماشي البلبولة العادية. دابا غادي نكب عليها المطايب، إلا بغيتي ترقدوها في الليل رقدوها، يعني خليوها في الماء غير الماء عادي. دابا حيت أنا بغيت نديرها في العشية غادي نديرها في المطايب باش دغيا هي. دابا درتها في المطايب وغادي نخليها تا
تترطب شي شويه. عاد غادي نوريكم الطريقه، غادي نديرها بالزيتون والزعتر. وهنايا البنات من بعد ما فزكتها في المطايب ما كتفوتش 5 دقائق صافي كتولي رطبه، كترطب مزيان. الا بغيتي تفزقوها في الماء بارد الليل كامل، انا صراحه الطريقه كنديرها دغيا. هنا احتاجيت واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، اما زيت البلديه اما روميه. انا صراحه البلديه سالت ليا، وزدت ليها شويه شي 2 معالق كبار ديال الزيتون، الزعتر، درت الزعتر البلدي. عطي هاد البنات هاد الحريشه صحيه، وكتزيدوا معاها نص كاس ديال الطحين فورس رطب. هادي هي باش ما تعذبكمش وصافي. الا بغيتو ما ديروش الطحين ما ديروهش. انا بعض المرات كنديرو، كيكون عندي كنديرو، بعض المرات ما كنديروش. ورا درت البلبوله البلديه وكنزيد واحد شويه الماء اللي حسيت بها قاصحه. هي نورمالمون ما كتزيدوا الماء لا والو، حيت ديك اللي فزكتو فيها صافي بحال كتعجن، هي ماشي كتعجن، المهم بحال كتجمع كتولي عجين. وصافي هنايا غادي نرونها بالخماره. بغيتو ديروا شويه السكر ديروا، انا ما درت لا سكر لا والو، درتها صحيه 100%. شويه الملحه، حتى الملحه ما درتش بزاف لان ديجا الزيتون مالح. وقرصتها اما كديروا هذاك المول ديال الحديد، انا عندي هاد الغطايه هادي ديال الاملو كيتبع هذاك الزبده ديال الكاوكاو خديتها، او اي غطايه عندكم. وكدردروا شويه السميده ولا البلبوله اللي تشهيتو، انا درت شويه السميده والبلبوله تشهيتها دابا. وهكذا كتقطب صافي، غير النار تكون على نار مهيله بطبيعه الحال، لا زربه على صلاح، باش تجي زوينه. غادي تشوفوا راه الكميه تبارك الله، راه شريت رابعه، راه خرجت ليا بزاف. درتهم في واحد الحكيك ودرتهم في الثلاجه في الكونجيلاتور، باش ان شاء الله الصباح نبغي نسخنهم المعتمد شي حاجه صحيه احسن من داك الشيء ديال الزنقه وبلا فائده. وهنايا حطيت لينا هادو، راه الله يجعل البركه، كتعرفوا البلبوله كتقهم. هذا هو الكوتي ديالنا مع اتاي، مع بريد اتاي. راجلي جات تكا شي شويه حيت غادي يمشي يخدم، مشى خدم، خرجنا تغدانا سرانا الله يكثر خيره والله يرزقو برزقنا. ودابا خصو يخرج عاوتاني يترزق الله، فقلت علاش لا ندير ليه الكوتي بعدا ياكل شويه، راكو عارفين هاد البرد كيوكل. وتا داك البحر ملي مشينا ليه عاتي جوعنا، واخا يلاه تغدينا. وصافي جينا كلينا هاد الحريشه هادي، وبريد اتي راه راجلي كيبغي هكذا قاطع. وهنا غنقول لكم احبابي بسلامه، وما تبخلوش عليا باللايكات، وشكرا على المتابعه.